شهر رمضان المبارك بعدما نقوم بصلاة العشاء، وبعدها الإمام يجهر بعقد نية الصيام فيقول نويت أن أصوم غدا شهر رمضان إلى آخر، والمأمومين يرددون بعده هذا القول. فما هو الحكم وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هذا بدعة منكرة، إعلان النية للصلاة أو إعلان النية للصيام أو إعلان النية للوضوء أو الطواف أو كل العبادات لا يجوز إعلانها والتلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية في هذه العبادات، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. الله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم، هي محلها القلب، والله يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب بدون أن يعلن الإنسان ذلك لربه عز وجل، إلا ما ورد ذكر النية فيه، وذلك في ذبح الأضحية والعقيقة والنسك الحج، أن يقول الإنسان اللهم هذا منك ولك، عقيقة أضحية هدي، هذا ورد به الدليل. كذلك عند الإحرام يقول اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة أو بالحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، في هذين الموضعين ورد ذكر النية والتلفظ بها، أما ما عدا هذين الموضعين فيبقى على المنع، لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على فعله، ولم يدل الدليل على التلفظ بالنية في الصلاة، في الصيام، في الطواف، في الوضوء، في غير ذلك من العبادات، والنية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب بدون أن يعلن له ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.